فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مات شاب أعزب في حادث سير، إذا مات شاب لم يتزوج في حادث سير، فمن يأخذ الدية التي وجبت له؟ أولياؤه، يأخذها ورثته، يأخذها ورثته، لأن من تركته، ديته من تركته، هي تركة، يأخذها الورثة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان له أبوان، فهل للإخوة أن يأخذوا من هذه الدية؟ لا، ليس لهم ميراث، محجوبين بالأب. نعم، تكون ديته لأبيه وأمه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.